السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد وموضوع جديد. الموضوع ديالنا اليوم غيكون هو بعض الأشياء كنستعملوها في حياتنا اليومية ولكن ما كنعرفوش البسطة ديالها. أوكي، موضوعنا اليوم غيكون على واحد المشروب اللي مشهور عالميا وهو مشروب كوكاكولا، وهو في سنة 1831 زاد الملقب جون ستيف بيبرتون بعد ما كبر التحق يعني بالجيش في وقت الحرب الأهلية، وكان تصاب واحد الضربة ديال السيف اللي يعني كانت عنده ألم حادة، واللي كان في ذاك الوقت المسكن الوحيد هو المورفين، وكان يعني جميع أفراد الجيش والعساكر المصابين مدمنين على هذه المادة وهي مادة المورفين. من بعد جون فكر في واحد القضية هي يعني يخلق يصنع شي حاجة اللي تحد من الألم ديالو. وبما انه هو دكتور صيدلي كتح في واحد التركيبة لواحد المحلول اللي سماه نبيذ الكوكا الفرنسي، واللي كان الاسم ديالو هو كوكي، يعني خليط من الكوكا والكورة. الكوكا كيجيبوها يعني عبارة اولا كيجيبوها امريكا اللاتينية، والكورة كيجيبوها من افريقيا. يعني مع الكوكا والكورة ضاف مواد واحدة اخرى وزاد عليهم الكحول الكول، واللي خرج له واحد المشروب يعني كان تتباع في الصيدلية كيتخلط تبيعوه بالكاس، ما كانش في الكنينات في القاعي، كان تتباع في الكاس، يتخلط في الصيدلية تما كتشربو تما كينا. وفي نفس السنة من سنة 1886 الحكومة كتمنع يعني شراب النبيذ، يعني ما يتشربش الكحول في الدولة كاملة، فلهذا يعني شراب كوكي فيه شراب النبيذ، يعني فيه نبيذ فيه الكحول. اش غيدير صاحبنا؟ يعني حيد الكحول من داك الشراب وضاف عليه السكر والملح ومواد غازيه حتى اصبح يعني كربونيات. وبمساعده الصديق ديالو فرانكو روبيرسون كيتم تبديل الاسم من كوكي الى كوكاكولا، نظرا للكوكا اللي كتجي من امريكا اللاتينيه والكولا اللي كتجي من افريقيا، وهكا تمت تسميه كوكاكولا وكانت على هذا الشكل. وفي سنة 1888 كيموت جون ستيف بيبرتون بسرطان المعدة ومدمن على المورفين اللي الأموال ديالو كلها ضيعها في المورفين. وفي يوم الجنازة كيجي واحد السيد سميتو أسا كاندلر، كيجي عند الزوجة ديالو وكيشري من عندها الوصفة والشركة ب 1750 دولار اللي كانت يعني مبلغ زهيد في هذاك الوقت. اش غادي السيد كاندلر وهو كيخلي الكوكاكولا كتعبى في القنينات في القاع، يعني ما بقاش كتباع في الكاس، يعني من بعد الممات ديالو بقات الشركه مسيرينها الاولاد ديالو الى حتى باعوها 150 مليون دولار. للاصول ديالها دابا في العالم كله كتساوي 180 مليار دولار، يعني عندها دخل ارباح 2 مليار دولار سنويا. واسم كوكاكولا كيحتل الاسم رقم 2 يعني الثاني عالميا من بعد اسم اوكي. والوصفة ديال الكوكاكولا اخوتي كتبقى يعني سرية، وصفة مكتوبة موجودة في واحد الخزنة في اتلانتا، ويعني وذهنيا كاينة عند 2 الناس. هذوك 2 الناس ما يقدروش يسافروا في طيارة واحدة ولو كان عندهم نفس الاتجاه. واللي خلى شركة كوكاكولا شركة يعني قوية وذو رأس مال كبير هو الاعلانات، ما تنساوش الاعلانات. حتى في يعني في الدورة الاولمبية ديال 1928 هي كانت اول راعي رسمي لهذا الدورة، وحتى مع ماكدونالد يعني باش كتشوفوا ماكدونالد زاهي يعني عنده زبائن كبيرة ويعني في العالم كله، الفضل ترجع لكوكاكولا. من سنة 1955 عملت معهم شراكة يعني، وكان واحد العقد مبرم على ان ما يتشرب حتى مشروب من غير كوكاكولا مع الوجبات السريعه ديال ماكدونالد. وحتى دابا يعني مازال ماكدونالد كتاخذ كوكاكولا بواحد السعر زهيد رخيص بزاف. اوكي خوتي، كاينين 2 دول ما كيتسمحش فيهم شرب كوكاكولا وهي كوبا وكوريا الشماليه، اما المكسيك فهي نمبر 1 يعني يشرب كوكاكولا. الكل يشرب كوكاكولا في المكسيك من الصغير الى الكبير. وباش نكونوا على علم اخوتي،
بان يعني كانت صغيره ديال الكوكاكولا كتساوي على 44 ملعقه صغيره ديال السكر فلوس الاملاح. فلهذا ملي كنشرب كوكاكولا ديما كتحس بالعطش. نطلب من الله يكون هذا الموضوع فادني وفادكم، وحتى الموضوع الجاي. والسلام عليكم.